فينظر الاختصاصيون التربويون إلى ذلك وما سلبيات الطفل البيتوتي. إن كان هناك سلبيات دعونا نرحب معاً بالاختصاصية التربوية لينا شبروقة التي ستحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير لك لينا، أهلا وسهلا فيك. مقلق الموضوع أن يكون الطفل لا يرغب كأقرانه أن يتفاعل بشكل كبير مع العالم الخارجي، حتى فكرة الإغراءات دائما بتكون سهلة للأطفال عندما تريدي أن تخرجيهم من محيط المنزل، أسهل شيء دائما. لماذا ممكن أن يكون الطفل بيتوتي إلى هذه الدرجة؟ هلأ في عدة أسباب للطفل البيتوتي، بس إحنا بدنا نفرق بين الطفل البيتوتي اللي بنحكي عنه طفل انطوائي والطفل اللي عنده قلق اجتماعي. هلأ الطفل البيتوتي الانطوائي هو غالبا بيكون طفل باختياره، هو مرتاح بالدائرة المحيط به بخلاف القلق الاجتماعي، الطفل اللي عنده قلق اجتماعي. كيف يظهر؟ يعني ما هو الفارق ما بين فكرة أنه هو يحب البيت، يشعر بالراحة تجاه البيت، لما كيف الطفل بيتوتي واضح أنه هي يعني ليست صبغة سلبية؟ نعم. إلى حد ما. نعم. الانطوائي أيضا هي مرحلة متقدمة من فكرة عدم الرغبة في الانخراط، يمكن حتى مع أهل البيت أحيانا إذا كانوا عائلة أكبر، إذا كانت ممتدة مثلا، هل بيكون بيعيش نفس الطريقة؟ لا طبعا، لأنه زي ما قلتي هو في اختلافات بيناتهم. هلا الطفل الانطوائي أو الطفل نوعا ما بيتوتي هو طفل عنده إبداع، عنده ذكاء، لو تعرض لموقف اجتماعي هو بقوده بكل سهولة، بس هو بفضل يكون بمحيطه بدائرته، بيحب يكون قاعد مع نفسه. غالبا هدول الأطفال بيكون عندهم ذكاء عالي، إبداع، لا ينسجم يعني مع الآخرين، مش بسبب صعوبة، بعدم عدم المتعب، هو اختلافات. اختلافات يعني تخيل إسراء، إحنا كلياتنا على هاي الكرة الأرضية كلياتنا قائمين على اختلافات البشر والألوان واللغات ونفس الإشي. الأطفال هي طباع ممكن تكون محاكاة للوالدين، يعني الوالدين غالبا بيكونوا بيتوتيين، ما عندهم كتير علاقات اجتماعية، فهي نوع من أنواع الوراثة والبيئة المحيطة فيه. ممكن الإشي الزائد بالطرفين، يعني يا إهمال زائد وقسوة زائدة من الأب والأم، يا حماية زائدة وخوف زائد عليه. هدول الشقين يعني ممكن يعملوا عنا طفل انطوائي، ما بيفضل إنه يعني البيتوتي هي بمرحلة معينة، هي مرحلة طبيعية، ولا من الممكن أن ينزلق الطفل بصورة أسرع إلى أن يكون طفل انطوائي مستقبلاً أو حتى في مرحلة المراهقة؟ إحنا دائماً بنراقب طفلنا، إذا هو عنده مهارات التواصل الاجتماعي فعلياً هو بأمان، بس إذا إحنا بنحس أنه في عنده خجل مفرط، ما في عنده تواصل، عنده خوف أنه يفوت على مجتمعات جديدة، يعني أي اجتماع عائلي أنا ما بدي أروح ماما، أنا ما بدي. بس فعليا في كثير أطفال ممكن أنهم يكون لهم هاي ردة الفعل الموجودة، يعني بمعنى الآن بتعرفي حتى الألعاب، ألعاب الأطفال مرتبطة بالبيت. هذا الجزء إلى أي مدى يلعب دور أنه هو متحكم في عالمه؟ حتى وسائل المتعة اللي موجودة، الألعاب الإلكترونية، فكرة مثلا يحضر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الإلكترونيات، اللابتوب أو حتى التابلتس الموجودة، إلى أي مدى كل هذه الأمور أثرت من فكرة أنه، وحتى بعد كورونا يمكن شفنا هذا الموضوع، في ناس كتير واجهت صعوبة للخروج من مرحلة ما بعد كورونا. نعم. كيف يكون هذا الشيء هو يعني طبيعي عند الطفل مرحلة معينة؟ إلى أي مدى هي بفعل كل هذه العوامل الخارجية؟ وإلى أي مدى من الممكن أن تكون هي حالة تعود عليها يشعر فيها بالأمان أو زي السيف زون؟ نعم. بعد هاي المرحلة هي منطقة الأمان زي ما تفضلتي، لأنه هو تعود عليها كطفل. هلأ الطفل كل فئة عمرية لها خصائصها النمائية، هو تعود كروتين معين، الروتين دائما بشعر الأطفال بالأمان. هو متعود على أمه، متعود على أبوه، على نمط معين بالتعامل، كل هذا مملكته.
بالنسبة له. هلأ في أطفال ما عندهم مشكلة بكسر الروتين، في أطفال لا عندهم مشكلة بهذا الموضوع، هم بيرتاحوا أكثر بمنطقة الراحة. زي ما قلت لك إحنا بس بدنا نراقب أطفالنا، دائما لكل إشي في سبب. ما مو دائما الحالة تبعت ابني بدها تكون إنه والله حالة مرضية إنه لازم أعالجها، لا أحيانا هو بيعتمد على نفسه، عنده ثقة بالنفس عالية وما عنده رهاب اجتماعي. هذه الثلاث أشياء اللي أنا دائما بدي أنظر لها، إنه هو ما عنده خجل من التعامل مع الآخرين، ما بيخاف منهم، ما بيخاف من إنه يغلط بالمجتمع. أحيانا اللي ذكرت لك إياه القسوة الزائدة من الأب والأم بتخلي الطفل خائف دائما، تقييمه عنده. يعني اجتماعيا نعم القسوة في طريقة تصرفاته، القسوة في طريقة ردود أفعالهم بأحكامهم، فبقول لك أريح لي أضلني قاعد في البيت عشان ما أتعرض لهذا التقييم. لأني إذا بغلط هلأ أبوي وأمي بأوموا الدنيا وبيقعدوها مثلا، أنه ما رح يكون في تقبل عندهم أنه أنا عادي غلطت وطبيعي كلياتنا بنغلط، بس هي الأسلم يعني أنا أبقى في هي الأسلم. طب عندما أشعر أنه هناك في مشكلة أو حتى عدم الرغبة في عمل هذا المجهود تجاه المجتمع، استسهال يعني مش لحالات مرضية ولكن إلى حد ما هي تفضيلات، ولكن لا أريد أنا كأم أن تتطور هذه الحالة، كيف أتدخل؟ دائما أشركه بأنشطة اجتماعية وأخلي هاي الأنشطة الاجتماعية أو الرياضات، أنا بفضل دائما بحكي رياضة لأنه الرياضات كتير بكون مربوط مشاعر السعادة، يعني دائما نربط شعور السعادة مع النشاط اللي أنا بدي طفلي والمجموعة. نعم طفلي دائما تترسخ بعقله هذا النشاط. ليه؟ لأنه دائما إحنا بنتذكر المشاعر ما بنتذكر الإشي التاني أي إشي تاني يعني، فأربط الأنشطة بمشاعر السعادة. الرياضة تعطي مشاعر سعادة، الرياضات الاجتماعية الجماعية شو بتعمل عند الطفل؟ بتخليه أولا عنده مهارات تواصل اجتماعي عالية جدا، بتعلمه كيف أنه أنا بدي أشتغل كمجموعة مش كأنا لحالي، كيف أحياناً بدي أتنازل، أحياناً بدي أتقبل الخسارة، بدي أتقبل الفوز، بدي أكون عندي يعني مهارات معينة بالتواصل. هذا كلياته أنا بقدر أني أدخله على ابني من خلال رياضة، وغير أني ببني له تكوين عضلي رائع. فشوي شوي ببلش أدخل هاي الأشياء على نظامه. طب إذا بحب بعض المهارات الفردية هو اللي هي مش مقتنعة بفكرة الجماعة ولا ونبقى نتحدث عن منطقة الأمان، نعم مدرسته، نعم بيته، بعض النشاطات الفردية اللي يقوم بها الكوتش تبعه، نعم هل هذا يعني أنه إحنا في تطور طبيعي أم يجب أن يكون هناك تدخلات؟ لأنه في بعض الأحيان يكون هناك تدخلات عنيفة مع الأهل وكأنه في مشكلة، دائما هذا الاضطراب بيصيب الأهل وكأنه هناك في مشكلة، وبصراحة أحكي لك ينعكس على العلاقة ما بين الطفل وأهله. نعم بتكوني بدك تروحي مثلا مشاوير معينة، وسمعتها من كثير من الأمهات فكرة العائق أنه ابني غير سلس في التعامل معي، ما عم بيروح معي كل مكان، طب أنا إذا ما في مكان أحطه، إذا ما بده يروح معي كل مكان، ففي عائق نفسي واجتماعي يبقى موجود لدرجة أن ممكن فعليا يوتر العلاقة ما بين الطفل وأمه أو الطفل وأبوه. هل هذا يعني أنه يجب هنا أن يكون هناك تدخل تربوي، تدخل طبي؟ كيف ترى أنه الأنسب في هذه الحالة؟ هل التدخل بيكون على حسب أنا بدي أشوف الجذر الموضوع. إذا هو طفلي أنا بشوفه، يعني أنا ببلش أقارن مع أقرانه دائما وأولويتي الطلعات تبعتي والمشاوير تبعتي يعني، ولكن هذه الحياة الاجتماعية يعني كمان المقارنة هل تريها أنه هي لصالح الطفل مع الأقران؟ هلأ أحيانا إحنا قد ما حكينا ما نقارن إلا تدخل أمور المقارنة، بس أنا لما بدي أقارن أقارن سلوك بسلوك، ما أقارن شخص بشخص. يعني السلوكيات ممكن أني أقارنها أنه هذا الطفل بتصرف بهذه الطريقة المؤدبة مثلا أو الرائعة بهذا الموقف، فبقارن السلوكيات عشان ما أأذي الطفل أنه مش ككل يعني إلا تتدخلي بالموضوع هذا عشان نعرف المجال الطبيعي. نعم نعم فلازم تتدخلي أحيانا إذا بتشوفي أنه في
زي ما بيحكوا العلم الأحمر، إنه في إشي مش صحيح خارج عن بس المعروف. مش دائما الاختلاف إنه مش إشي صحيح. صحيح. شكرا لك لينا على وجودك معنا اليوم لينا شبروقة، أهلا وسهلا فيك.